دعم رمضان عبد الله جوده من الشباب المكافح، بيشتغل باليوميه، عامل بسيط وبيشتغل في مصنع الطوب. وعم رمضان كانت حصلت عنده الحاجه الساعه 11 بالليل، طبعا قضت على كل الحاجات اللي هو كان جايبها مجهزها لبنته. بنته كانت هتدخل بعد العيد الصغير بثلاث ايام، كل الجهاز بتاع البنت، الثلاجه وغسالتين، وحتى البوتاجاز اشتعل، حتى الالومنيا ساحت، حتى الذهب اللي كانوا جايبينه اهل العريس حطوا معاه في الدولاب بتاع شايله عنده كامانه، انتهى وخلص في الحاجات بتاعته. هو عامل بسيط على فكره، بيشتغل باليوميه يوم على الله، يعني بيشتغل في المصنع على قد ما بيديله هو يعني صحته وجهده على قد، وبيشتغل مثلا ثلاث ايام اربع ايام في الاسبوع على قد ما ربنا بيقدر وبيشتغل. تمام. ومعظم الحاجات دي انت عارف حضرتك عندنا في الفلاحين هنا بيبقى جايه بالقسط، لو عليه قسط بيسدد قسط، في حاجات منها جايه بالقسط لسه ما سددش القسط بتاعها. فاحنا بنتمنى من المسؤولين ان هم يساعدوه، على اساس ان هو حتى اصبح دلوقتي ما فيش حتى مأوى، حتى الحباكه وقعت، حتى الملابس بتاع اولاده مش موجوده. فبنطلب من الساده المسؤولين والجهات اللي تقدر تساعده ان هم يساعدوه على قد ما يقدر، على اساس ان احنا ان شاء الله نقدر كل حاجه اتبهدلت ونقدر نخلي البنت يعني تتجوز في الميعاد بتاعها ان شاء الله رب العالمين، ونحاول نساعده بقدر الامكان يعني.